السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم سوف نحسب التكاملات التالية، وهو تمرين جيد للتدرب على حساب التكامل باستعمال الدوال الأصلية. Calculons les intégrales suivantes et on commence par le premier intégral. L'intégrale de 1 à 2, x à la puissance 2 plus 7 dx. Alors, pour calculer cette intégrale, nous devons d'abord chercher une primitive de x carré. Primitive de x carré, c'est 1 sur 3. C'est la puissance. La première de la x est 2, il y a 1 à la 3, x est 3. Ma dala l'aslié de 7, il y a 7x. Tout le monde a fait le farc, il y a 1 et 2. Nous avons 2, nous avons 1 à la 3, fi 2 ou 3, zaïd 7, fi 2. ثم ناقص ونعوض بواحد، واحد على ثلاثة في واحد أس ثلاثة زائد سبعة في واحد تساوي ثمانية على ثلاثة زائد أربعة عشر ناقص. ثم نحسب واحد على ثلاثة في واحد أس ثلاثة هي واحد على ثلاثة زائد سبعة. النتيجة زي الأقواس، ثمانية على ثلاثة زائد أربعة عشر ناقص واحد على ثلاثة ناقص سبعة ناقص 7 تساوي 8 على 3 ناقص 1 على 3 هي 7 على 3 زائد 7، لأن 14 ناقص 7 هي 7. النتيجة النهائية هي 3 في 1 21، إذا 28 على 3. إذا هذا هو التكامل الأول. أمر للتكامل الثاني، هو تكامل من 1 إلى 2، 1 على x زائد أو ناقص واحد على جذر x dx. نحسب التكامل نفس الفكرة، وأننا سوف نحتاج إلى دالة الأصلية. الأصلية ديال دالة واحد على x هي ناقص أو هي ln x أو ln قيمة مطلقة لx. دونك ديال الأصلية ديال دالة واحد على x ناقص الأصلية ديال واحد على جذر x هي جوج جذر x. الفرق بين واحد وجوج. ثم نعوض ln جوج ناقص جوج جذر جوج ناقص ln واحد ناقص جوج جذر واحد. مني غنحيدو الأقواس غنحسبو غنلقاو ln جوج ناقص جوج جذر جوج ناقص صفر ناقص ناقص ولي زائد اثنان. إذا هذه النتيجة ديال التكامل الثاني. التكامل الثالث، والتكامل من صفر إلى واحد، جذر x زائد واحد على x زائد ثلاثة dx. نحسبو التكامل هذا، نحتاج إذن إلى الدالة الأصلية، ولكن بالنسبة لجذر x ما عندناش في الجدول يعني ديال الدوال الأصلية الاعتيادية، الدوال الاعتيادي خاصنا نمشيو نردو على هو هي في الحقيقة تكامل من صفر لواحد ديال x أس واحد على جوج زائد. وبالنسبة لي هنايا راك لاحظ بأن المقام إذا درت له الاشتقاق يعطيني واحد، إذا هي إكس أس واحد على جوج زائد إكس زائد ثلاثة بريم على إكس زائد ثلاثة. إذا هذه غتعطيني فكرة على الدالة الأصلية. بالنسبة لي هنايا الأصلية ديال واحد إكس أس واحد على جوج راه هي واحد على واحد زائد جوج هي واحد على واحد زائد واحد على جوج هي ثلاثة على جوج. المقلوب هو جوج على ثلاثة في إكس أس ثلاثة على جوج زائد ln القيمة المطلقة ديال x زائد 3 ونحسب الفرق بين 1 و 0. إذا تساوي نعوض بواحد غنلقاو 2 على 3 في 1 أس 3 على 2 زائد ln ديال 1 زائد 3 هي 4 ناقص ونعوض بصفر تعطينا 2 على 3 في 0 زائد ln 3 تساوي جوج على ثلاثة زائد ln ربعة ناقص ln ثلاثة هي باختصار جوج على ثلاثة زائد ln ربعة على ثلاثة. هذا فيما يخص التكامل الثالث. ندوزو للتكامل الرابع، واللي هو التكامل
مين؟ تعمل من صفر واحد إكس زائد واحد على الكل مربع، من صفر إلى واحد إكس زائد واحد مربع زائد واحد الكل مربع دي إكس. إذا لحساب هذا التعامل نلاحظ بأن هذه الدالة مكتوبة على القوة، وبالتالي اللي غنمكن نفكروا فيه هو التكامل أو الدالة U بريم في U أس N. للأسف هنا ما كاينش عندنا المشتقة ديال الأساس، المشتقة الأساس هي جوج إكس، ولكن ما عندناش، دونك ما يمكنش نقولوا غنضربوا بجوج إكس ونقسموا على جوج إكس، لأن جوج إكس ممكن يكون منعدم، وهذه الطريقة أصلا ما خداماش. إذا غنمشيو أننا نفكوا، يعني نحاولوا أننا نديفلوبيو نشروا هذا التعبير، يولي التكامل من صفر لواحد ديال إكس مربع الكل مربع ولا إكس أس ربعة زائد جوج في جوج في إكس مربع في واحد هي جوج إكس مربع زائد واحد نديرو دي إكس تساوي. الآن نمر إلى القوى الأصلية، الأصلية ديال إكس أس سبعة هي إكس أس خمسة على خمسة ناقص أو زائد، يعني الأصلية هي جوج على ثلاثة إكس أس ثلاثة زائد واحد هي إكس صفر، الفرق ما بين واحد. غنعوض واحد غنلقى واحد على خمسة